من قناة الجديد في بيروت، مساء الخير. المليون سؤال وسؤال الذي جال في الخاطر من الصرفند إلى اللاذقية وجد له جوابا واحدا انتزع من صوت الزوجة الذي اختفى يوم الجريمة، لكن الصوت الخارج من بحته للتو قدم إجابات تركت بدورها مليون سؤال. سهام يونس جمو، الاسم الذي التفت حوله عناصر الجريمة بالاشتراك مع شقيقها وابن شقيقتها، تدفع اليوم التهمة عنها ولا تنفيها عن الآخرين من أفراد عائلتها، مؤكدة أن السلطات السورية لم تستدعها وهي في تصرف أهل زوجها. سهام تنفي قتل شريك عاشت معه 20 عاما، غير أنها لم تقدم النفي عينه لأشقاء عاشت معهم العمر كله. ومن هنا فإن الزوجة لم تؤكد عودتها إلى لبنان لكون السلطات اللبنانية ستقدم على توقيفها لأخذ إفادتها على الأقل بعد توقيف أقربائها. وعلى توقيف آخر، تحرك ملف المخطوفين في أعزاز من باب الإفراج عن عدد من المعتقلات السوريات التي كان يطالب الخاطفون بإطلاق سراحهن من سجون النظام. تثمير هذه الخطوة عمليا قد يترجم إفراجا جزئيا عن عدد من المخطوفين. وتقول المعلومات أن اللواء عباس إبراهيم يكثف جهوده باتجاه الإفراج عن 4 مخطوفين لبنانيين قبل حلول عيد الفطر. جهود لواء المخطوفين تقارع بالرقم والحجة لواء عاصفة الشمال الذي يستضيف لبنانيين يصومون شهر رمضان الثاني في أعزاز، وهم ضيوف فعلا لأن الدولة التركية أودعتهم مجموعة أعزاز التي تتغير أسماء حماتها ولا يتبدل لواءها التركي المسؤول عن عملية الخطف. سياسيا، خبز وملح المقاومة ورئاسة الجمهورية ارتفعت معدلاته في الشهر الكريم، فأثنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقف الرئيس ميشيل سليمان من موضوع إدراج حزب الله في لائحة إرهاب الاتحاد الأوروبي. وفي تكليفه وزير الخارجية إبلاغ الاتحاد الأوروبي أن حزب الله مكون أساسي في لبنان، قدم سليمان جرعة تذكيرية عن عقيدته العسكرية والسياسية التي ما غفلت عن تقدير دور المقاومة. وسيد الأدوار يطل الليلة من قمر رمضاني ليقدم الدعم إلى هيئة المقاومة. إذن زوجة المغدور محمد درار جمو تستغرب اتهامها بقتل زوجها وتقول للجديد إن من ارتكب الجريمة يجب أن يعاقب. في الوقت الذي كان يشيع فيه جثمان المحلل السياسي السوري محمد درار جمو في اللاذقية، كانت تسريبات التحقيقات في هذه الجريمة تنتشر سريعا، لا سيما بعد توقيف بديع يونس شقيق زوجته وعلي ابن شقيقتها لاعترافهما بتنفيذ الجريمة. وبدأ الحديث عن أن سهام زوجة المغدور محمد كانت المحرضة على القتل لأسباب شخصية لا شأن للسياسة فيها، وأن السلطات السورية أوقفتها على أن تسلمها لاحقا إلى استخبارات الجيش اللبناني. الجديد تمكنت من التواصل مع الزوجة الموجودة حاليا في سوريا لاستيضاح تفاصيل عديدة. استجوبوك شيء السلطات السورية ولا لا؟ أنا اللي بدي أسألكن شو عم بتصير. ليه؟ يعني ولا حدا لما جيت من لبنان لحد ما وصلت عند عمي، هذه معزز مكرمة عند عمي، ولا حدا قال لي وين؟ أنا إذا رديت له على برا عم بيطالعوا معي حمية أنا وبنتي واللي معي. سوريين؟ إيه طبعاً هون سوريين. أنت مستعدة لحتى لأقلوا يستجوبوك السلطات اللبنانية؟ أكيد واستجوبوني كمان أنا. أي متى؟ لبنانية ولا سورية؟ لا لبنانية. سورية لا. أي متى استجوبوك السلطات اللبنانية؟ قبل ما يجي لهون. أنت عم تقولي ما إلك دخلة. شو ما لي دخلة؟ أنا إذا زوجي اللي صار 2 سنة وياه. طيب فإذا خيك متورط بالموضوع هو ابن أختك؟ من مكان يكون بده ياخذ جزيته. خيي ابن أختي بيي أمي. طيب مكان يكون. طيب سهام أي متى رجع أنت على لبنان؟ الرأي لعمي ولا بس عمي. وعلى الرغم من نفي الزوجة إلا أن المعلومات الأمنية المتوافرة تفيد أن استخبارات الجيش تنتظر عودة زوجة جمو إلى لبنان للقبض عليها،
ومن سهام الزوجة إلى منتهى شقيقة الزوجة الموجودة في سرفند. يعني قلت لي سامي أنت مطلوبة، عم يحكوا هون إنه ابن أختك وأنت وخيك عاملين هالشيء. قالت اسمعي شفتك بهالحكي، وحكيت مع أخته للمرحوم، مع أخته للمرحوم. قلت لها يجوز يوقفوك حدود المنية سهام فعلا؟ قالت لي لا ما في من هالحكي بالمرة. قالت لها بدي أقتلها جوزة خيك بديع خي بدا مستحيل يعمل هيك. أعوذ بالله مستحيل خي بدا، ولا ابن أختي مستحيل، في لعبة ما بعرف. أقرب صديقة إلى زوجة جمو كانت المعبرة عن أكثر المواقف قسوة تجاه صديقة عمرها. ما كنا نفوت، جوزها لما بيجي من سوريا إذا دعينا الباب ما بتفتح، بدي جوزي جاي تعبان. أنا بقول لك يا سهام روحي الله لا يسامحك بهالجريمة البشعة اللي عملتيها لجوزك. كل الحارة صارت تكرهك وبتبزق عليك، بس يا عيب الشوم عليك يا سهام، ما توقعت. ولك امبارح اجت نتيجة بنتك، ولك اجت نتيجة بنتك انبسطت لبنتك، بس روحي الله لا يسامحك، أنت خربتي بنتك. أهالي السرفند بدورهم أصدروا بياناً دانوا فيه هذه الجريمة، وطالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية بالقبض على الفاعلين وبإنزال أقصى العقوبات بهم. رشا الكرم، قناة الجديد. سوريا تفرج عن سجينات سوريات لديها، ولبنان ينتظر مبادرة إنسانية تركية لإقفال ملف مخطوفي عزاز، في حين ينتظر صدور بيان عن مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يشرح حيثيات التطورات. يبدو أن حلحلة قريبة بدأت تلوح على خط ملف مخطوفي أعزاز، فقد أفضت اتصالات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الجانب السوري إلى إفراج السلطات السورية في الساعات الأخيرة على عدد من السوريات المعتقلات في السجون السورية، من بينهن أسماء لمعتقلات كانت موجودة على اللائحة التي قدمها خاطفو اللبنانيين في أعزاز لمبادلتهن مع المخطوفين اللبنانيين التسعة. هذه التطورات لم تثلج كثيرا صدور أهالي المعتقلين اللبنانيين في أعزاز ما لم يروا أبنائهم بينهم ثانية، لكنهم قرأوا في الخطوة بادرة حسن نية من الجانب السوري، فيما يؤكد المتحدث باسم الأهالي دانيال شعيب للجديد أنهم في صدد ترك وقت للمساعي وأن لهم ملء الثقة بجهود اللواء إبراهيم. هذا الخطوة كانت كبادرة حسن نية من النظام السوري وبعد جهود كتير كبيرة من اللواء عباس إبراهيم، ونحن هلأ عم نشوف إذا حيكون في خطوة مقابلة لنشوف إذا الجانب التركي والجهة الخاطفة بتبدي حسن نية مقابلة وبتطلع مجموعة من هؤلاء المخطوفين. شو عدد اللي أطلق سراحهم اليوم؟ يعني اليوم نحن قلنا لكم يعني بالاتصال كان معكم الصبح أنه أكثر من 30. هلأ نحن ما عندي رقم تقريبي يعني، ولكن يعني ما عندي رقم أكيد، هذا الرقم التقريبي تقريبا. هني يعني خلصت محكوميتهم أطلقوا اليوم موجودين بالأراضي السورية. يعني المخطوفين اللبنانيين بأعزاز هني وديعة شخصيات لبنانية بحكم تركيا موجودين مع المخطوفين بمنطقة أعزاز. وفي انتظار مبادرة إنسانية تركية مماثلة للمبادرة السورية تساهم في وضع هذه القضية على طريق الحل النهائي بعدما مضى عليها سنة وثلاثة أشهر، تحدثت معلومات عن أن جهود اللواء إبراهيم تصب في اتجاه الإفراج عن 4 مخطوفين قبل عيد الفطر. أسرة سورية نازحة تفجع بطفليها اللذين قضيا اختناقا من جراء حريق شب في منزل العائلة في بلدة كفر رمان الجنوبية. مآسي النزوح لا تتوقف عند الهرب من جحيم الحروب طلبا للنجاة، فهذه عائلة سورية أخرى فجعت بفقد طفلين من أطفالها الثلاثة، والسبب حريق شب في مسكن العائلة في بلدة كفر رمان الجنوبية. وفي تفاصيل الحادث، فإن الحريق نجم عن احتكاك كهربائي في شاحن خاص ببطارية توليد كهربائي في منزل لآل رزق في حي التابلاين ببلدة كفر رمان، حيث تقطن عائلة حسون السورية النازحة. الاحتكاك سرعان ما تسبب باحتراق الفراش الذي ينام عليه أبناء العائلة الثلاثة الذين قضى منهم اختناقا الطفل أحمد 3 سنوات وشقيقته منى 4 سنوات ونصف السنة، فيما نجا محمود توأم أحمد الذي جرى إسعافه إلى مستشفى نبيه بر الجامعي في النبطي الذي استقبل أيضا جثتي شقيقيه. كنت ظاهر برات البيت. أي ساعة صارت الحادثة؟ الساعة 10 المساء. بالليل؟ إيه. والدتهم ما كانت معهم يعني؟ لا كانت معي أنا. إيه. كيف عرفتوا أنتم بالحادثة؟ جاني تليفون من جاري. إيه.
جيت على البيت كان الاولاد هيك صغار معنا. ايه قديش عمر الاولاد؟ البنت عمرها 4 سنين ونص والاولاد 3. طبعا الناس والجيران حول منهم ركضت الناس لما شمت الريحه البيت والع، فتحوا البيت وشلوهم، واحد نجي واثنين توفوا اطفال، والسوريين اني بكفرمان في 1500 سوري، 310 عيال هن اهلنا ونحن اهله. وشيع الطفلان بمشاركة أهالي البلدة الذين قدموا واجب العزاء لذويهما بعد الدفن في روضة البلدة. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض يتهم تيار المستقبل بوقف المؤسسات وتعطيل الدولة في هذه المرحلة. تيار المستقبل هو الذي يقوم بتعطيل المؤسسات في هذه المرحلة، هو الذي يشل المؤسسات، وهو الذي يعطل الدولة، وهو الذي يساعد على حالة الانكشاف الأمني التي تمر بها البلاد. ليش؟ بكل بساطة لأنه عندما اجتمعوا بهيئة المكتب ووافقوا على جدول الأعمال عادوا فانقلبوا على ذلك وقاطعوا المجلس النيابي وعطلوا إمكانية انعقاد جلسات الهيئة العامة لافتقاد النصاب. بالأول وافقوا ومن ثم انقلبوا على ذلك. طيب سموا الرئيس المكلف تمام سلام ثم قيدوا حركته بشروط تعجيزية لا تتيح له أن يتمكن من تشكيل الحكومة، ولا نحن بلا حكومة، ولو سنحت لهم الفرصة لاستبداله فسيستبدلونه. معارك جوني محتدمة في حرب سال فيها القطر بدلا من الدماء، تقرير للزميلة رونا حلبي. عادت جبهة الشمال لتشتعل، المحور هذه المرة في جونية، وقادته أدويه من زغرتا والحلاب من طرابلس. أما إعلان الحرب فأخذ شكل لافتة رفعها الحلاب معلنا وصوله إلى جونية. وهي الكامبين عملت بس تنعلن للناس أنه نحن فتحنا فرع جديد بجونية، مثل ما عملنا نفس الشيء لما فتحنا بالحدث. نحن كنا عم نتحضر لشيء عم نبيع صورة الدويهة كصورة الدويهة، ولكن نحن ما عم نتحضر، نحن عم نشتغل. بلشت الحملة، والحملة كانت نوعاً ما استفزازية شوي لأنه كانت عم تطرح موضوع جوني. هي إذن حرب إعلانية بدأت محلية، لافتة للحلاب تلاها رد للدويهي، وتكفل بعدها اللبنانيون نقل الحرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بدورها. الفانس تبعونا ومحبينا وحتى محبين البراندز التانيين هن اللي كانوا عم يتفاعلوا، يعني نحن البانو الوحيدة اللي حطيناها هي انه قصر الحلو صار بجونية، الباقيين وهن ردوا علينا وكانت كثير مهضومة وكثير حلوة، والباقي كان كلياته جاي من العالم. بتصور كان هيدا الاعلام بحاجة، وكان بحاجة نعمل هيدا الحرب الحلوة، يعني انا اللي بسميها الحرب المنافسة، لحتى هيك نكسر شوي الجو، العالم كلها تنبسط والعالم هيك تحس حالها أنه أخذناها على دنيا تانية، على دنيا يمكن أحلى من الواقع المر اللي عم نعيش فيه. يعني ما كان الهدف أنه نرد على الحلاب كحلاب، قد ما كان أنه الهدف أنه نعمل بيمبون علاني حضاري رائع. على أن هذه الحرب كما كل حرب لا تستثني أحداً، فتولى جنود الشبكة العنكبوتية إشراك بعض محال الحلويات الأخرى في المعارك برضاها أو من دونه. نحن كسسويت ما فتنا بأي تفاصيل، ولا نحن اللي ردينا أو حطينا على الإنترنت أي رد. نحن مسؤوليتنا هي بجودة البضاعة وبالأسعار وبالاهتمام بالزبون، هذا شغلنا، مش شغلنا مين بيفتح ووين بيفتح. بس أكيد في أشياء اليوم أنا برأيي للإعلان أهم بكثير من هالقضايا. يعني نحن استفدنا منها كدعاية لسسويت، لأنه قلنا 40 سنة مش عاملين دعاية، جتنا دعاية ببلاش، نشكرهم على الشغلة اللي عملوا لنا إياها. حتى إن بعض مستخدمي الإنترنت ابتدعوا محلاً للحلويات للتسويق الجبيل يحمل اسم رئيس بلديتها، مستغلين حرباً حلوة بمذاقها وروحها. هي حرب طرابلس صغرتا على أرض جونية، حرب رصاصها البقلاوة وصواريخها المعمول، حرب حلوة في زمن الحروب المرة وصل فيها القطر حتى الركب. من جونية رونا حلبي، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. رجل يطلق النار على دورية لقوى الأمن الداخلي لأنها
حاولت نزع الزجاج الداكن عن سيارة زوجته. هي القصة نفسها، دولة ضعيفة تحاول تطبيق القانون فتستقوي عليها عناصر حزبية نافذة. الإشكال بدأ هنا عند تقاطع كورنيش المزرعة عندما أوقفت القوى الأمنية سيارة مرسيدس بيضاء زجاجها داكن، ومعلوم أن الزجاج الداكن أو الفيميه ممنوع قانونا. طلبت القوى الأمنية من السيدة التي تقود السيارة إزالة الفيميه، فجن جنون السيدة وبدأت بالبكاء والنحيب، ثم اتصلت بزوجها القبضاي الذي حضر مع مجموعة من المسلحين في سيارة رباعية الدفع لإنقاذ زوجته. وصل وتلسن مع القوى الأمنية قبل أن يستل مسدسه ويطلق النار، فرد ضابط الدورية بإطلاق النار على رجلي القبضاي واعتقلته القوى الأمنية وساقته مخفورا إلى مستشفى بيروت. انتهت القضية عند هذا الحد. هذه المرة استطاعت الدولة أن تفرض هيبتها ولو دقائق معدودة بعد انتهاء الإشكال، وعلى مرأى من عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي في المكان تتوقف سيارة بزجاج داكن يحجب من فيها، وتمر مرور الكرام من أمام الدولة وعناصرها، ولا من شاف ولا من دري. مناصرو الأسير يعتصمون مجدداً قبالة مسجد بلال بن رباح في عبرة. جمعة استرداد الكرامة باستمرار الثورة، تحت هذا العنوان نفذ بضع عشرات من مناصري الشيخ أحمد الأسير اعتصاماً قبالة مسجد بلال بن رباح في عبرة عقب صلاة الجمعة، بدعوة من شباب أطلقوا على أنفسهم اسم شباب مسجد بلال. وشاركت في الاعتصام زوجة الأسير أمل التي طالبت بإخراج السجناء الذين قبض عليهم الجيش اللبناني نتيجة لمشاركتهم في القتال ضده منذ أسابيع. مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس أحمد عبد الهادي أعلن إطلاق حملة لتوزيع مساعدات مالية على الفلسطينيين المقيمين في منطقة حي الطوارئ والتعمير التحتاني الذين تضررت بيوتهم وممتلكاتهم من أحداث التعمير التي رافقت أحداث عبر الأخيرة، مؤكدا ضرورة عمل الفصائل كافة لمنع الانزلاق في الفتنة. كفصائل وكمؤسسات مجتمع مدني وكلجان شعبية ومع جميع المخلصين، هدفنا بموقف موحد أن نجنب مخيماتنا أي انزلاق إلى أتون أي فتنة مذهبية أو غير مذهبية. نفذ النازحون الفلسطينيون في سوريا في مخيم عين الحلوة اعتصاما قبالة مكتب مدير وكالة الأونروا في المخيم، شاركت فيه عشرات الأسر النازحة وجمع من أبناء المخيم معلنين في بيان مطالبهم. أولا تأمين بدل إيجار بشكل متواصل ومستمر للعائلات النازحة. 2. تأمين بدل مادي دائم لتأمين السلة الغذائية ومتطلبات الحياة اللائقة بحدودها الدنيا. 3. الاستشفاء الكامل للمرضى. 4. فتح المجال لعملية دراسية رديفة وفق المنهاج السوري للمرحلتين التكميلية والثانوية. 5. معالجة الإقامة القانونية للنازحين. وألقيت في الاعتصام كلمات طالبت الأونروا بالاستجابة لمطالب النازحين لتحسين ظروف حياتهم. عودة الصواريخ السورية إلى الكواشرة والبلدات الحدودية. بعد هدوء استمر شهرين تقريبا في منطقة الحدود اللبنانية السورية وبشكل مفاجئ، وعند الثالثة إلى ربع تقريبا أطلقت وحدات مدفعية الجيش السوري قذيفتي هاون من عيار 120 ملم سقطت إحداهما في وسط بلدة الكويشرة والثانية بين الكويشرة ومنطقة الدوسي. قاعدين هون برا، ما عرفت شو اللي صار، عن جد ما عرفت شو اللي صار، شيء ما حسيت لا بعضنا البعض دافتنا، كنا أنا وأمي وبي والولاد كلنا. نتمنى من الدولة اللبنانية، لأنه نحن مع الدولة اللبنانية، نتمنى من الدولة اللبنانية الأمن والاستقرار وحماية المواطنين الآمنين، مع العلم أنه نحن مع الدولة ونحن مع الاستقرار، ونتمنى نحن لبنان ينهض ونعيش بأمان وسلام. فرقة هندسة من الجيش حضرت إلى المكان، حددت نوع القذيفة، أخذت عينات وجمعت شظايا ودرست اتجاه القصف. متطوعون من مناطق مختلفة في لبنان يرممون بعضا مما تهدم في عبرة. سألت الأخ بالنسبة للأزاز الفرندا البواب والشبابيك، أنتوا بتركبوا؟ قال لي نعم.
متطوعون من جميع الأعمار ومن كل المناطق أتوا إلى عبرة لإعادة الحياة إليها وإعادة الأهالي إلى بيوتهم. كجمعية كيف عم تشتغلوا بالصيدا وشو الأشياء اللي عم بتقوموا فيها؟ نحن أول ما وصلنا دغري أول ما خلص القوى الأمنية خلصت تحقيقاتها سمحوا لنا أنه نفوت حتى نعمل كشف على الأضرار. فتنا لقينا أنه هالمنطقة اللي نحن عم نشتغل فيها هون هي الأكثر تضرراً. بالتالي لقينا انه ضروري نبلش هون. بلشنا بثلاث بنايات، عم نشتغل على اكثر من 64 مسكن، يعني 64 عائله. منذ اسبوعين بداوا ترميم عدد من المباني المتضرره من جراء احداث المنطقه، واللافت ان طالب المدرسه والحرفي هما على الارض عامل بناء ودهان وكل ما يلزم لتاهيل الشقق. يعطيك العافيه. فيك تطلع فينا شوي؟ شو عم تعمل انت؟ بدهن احداث. من وين؟ من الفلات. كل يوم نجي وبساعد، نحن وجبنا نساعد اهل بلدنا. من صريف. جاي من جنوب لهون لتساعد؟ ليه؟ عشان نساعد العالم ترجع تعيشنا. I came to volunteer. So I heard about the attacks. I heard about what was happening here from the UK. And I wanted to come down. فرح العطاء التي امتازت بعملها في عبرة، ويؤكد ذلك بعض أصحاب الشقق، تسعى أن تنجز أعمال الترميم قبل عيد الفطر. ما خلصنا منيح، هي هلا طرش الهواء. هذا الشغل شغل العطاء هلا. شغل هليك لسه ما بين. هلا سفر بالحي عندنا في مجموعتين، مجموعة للجاني تغلو، والسباقين كانوا شباب فرح العطاء، هن اللي أول ناس دخلوا. الهدف إنه نقدر يعني بأسرع وقت ممكن نخلص. قبل العيد؟ يعني هيدا اللي نحن عم نطمح له. عم نشتغل بكل قوانا صبح وليل وعشية حتى نرد العالم قبل العيد. العمل التطوعي في عبرة يبرز في أسمى أشكاله، خصوصا مع التنوع المناطقي والطائفي والعمري. مزارعو البقاع يستغربون غلاء المنتوجات الزراعية ويطالبون المسؤولين بالتدخل. جادت الطبيعة بخيراتها هذا العام، فجاء الإنتاج الزراعي وفيراً في البقاع، لا سيما في الخضر والفاكهة، لكن جشع التجار رفع أسعار هذه المنتجات وحرم المزارعين والمستهلكين على السواء خيرات الأرض المعطاء. إذا بده يكون في غلاء أسعار ما له لزوم هذا الغلاء، السعر عم بيكون احتكار من بياع المفرق. مفروض حماية المستهلك أو وزارة الاقتصاد هي تحط وضع تحط نهاية أو حد لهذا الوضع القائم يلي هو مش طبيعي أبدا. نحن بعد لك وبكرر لك وبقول لك أنه بذروة الإنتاج الزراعي ما في لزوم لتهافت على شراء المواد. نتمنى من الدولة أنه تمشي لنا هالأمور للمزارعين، لأنه كلفتنا صارت كثير غالية. طن الكيماوي ب 800 دولار، ال 17 طن البذار 1200 دولار، إذا بدنا نبيع أقل من هيك بنهلكنا كثير، ما عادش فينا نتحمل يعني. وأمام هذا الواقع يناشد المزارعون البقاعيون السياسيين وجمعية حماية المستهلك العثور على حلول مناسبة للتخفيف من أعبائهم المادية ومساعدتهم في تصدير إنتاجهم. إثر الأحداث الأخيرة التي طاولت الجيش اللبناني، قدم الفنان محمد اسكندر أغنية بعنوان دروب بإيد من حديد من كلمات فارس اسكندر، دعما وتضامنا مع المؤسسة الحامية للبنان. أنا كمواطن لبناني أو فنان لبناني بيشرفني كتير أني غني للجيش، ونحن إذا كلنا ما وقفنا وتكتفنا كلنا حد هالجيش ما في لبنان. هي المؤسسة العسكرية بعد الوحيدة الضامن لهالوطن. بدون الجيش نحن ما قلنا شيء، يعني ما في وطن بدون الجيش. الكلام اللي كاتبه فارس الحقيقة معبر جدا، وكمان اللحن أنا أول مرة بغني اللحن هذا الغربي وانبسطت فيه كتير، يعني أداؤه كتير مختلف عن أغانيه. وكانت انه الحقيقه انه هالمناسب انه نصورها قبل عيد الجيش، والتوقيت مناسب انه نقدم شيء للجيش اللبناني. برفض شوف اي حدا يغبر طرف اي جندي لبناني، لانه نحن بليهم ما بنسوى شيء. نحن شعب بيعمل عيد للشهداء اللي بيضحيها، تعودنا ام الشهيد تلاقي ابنها باويها.
كل واحد بقلبه في شيء سياسي بتروح بتميل، بس بالنتيجة هاي المؤسسة مش مفروض نتخلى عنها كليتنا كل اللبنانية، هي الضامن الوحيد لأنا ولحياتنا ولوطننا. شو دخل أنا حبيت شخص سياسي أو ما حبيته، بس بالنتيجة نحن مع المؤسسة العسكرية أضمننا من السياسيين، السياسيين بلفوا بدوره كتير ما فيك تضلك معهم. هاي المؤسسة واحد واحد بيساوي اثنين، بحييها وبحيي قائدها بحيي ضباطها بحيي جنودها كلهم ونرفع لهم التحية. ويا الليل عالم عاشوا والليل لفوا بتناشوا وعجن بقلبه أقوى وقعت اشتباكات في الساعات الماضية في محافظة حلب السورية بين فريقين من المجموعات المسلحة المناوئة للنظام، وتستمر الاشتباكات بين قوات الحماية الشعبية التابعة للاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ومقاتلي جبهة النصرة الإرهابية في محافظة الحسكة القريبة من الحدود التركية، ولا سيما في مدينة رأس العين حيث تمكن المقاتلون الأكراد من طرد جماعة النصرة منها. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 19 من مسلحي النصرة و10 من الأكراد منذ بدء الاشتباكات قبل أيام. ميدانيا أيضا نقل مراسل صحيفة الجارديان البريطانية عن أحد أمراء جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في شرقي سوريا قوله: نحن لا نقاتل من أجل إطاحة نظام بشار الأسد وتسليم سوريا إلى الجيش الحر لإقامة دولة علمانية ملحدة. وتنقل الجارديان عن أحد قادة النصرة توصيفه الجيش السوري الحر بالجيش الحر الكافر. أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضوه يتظاهرون في ميادين مصر في الذكرى 40 لحرب 10 من رمضان. مجددا اجتاح أنصار طرفي النزاع في مصر الميادين في تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة بعدما دعا الطرفان إلى إحياء الذكرى 40 لحرب 10 من رمضان. جماعة الإخوان المسلمون احتشدوا في رابع العدوية تحت اسم مليونية العبور الثاني في إطار سعيهم لإعادة الرئيس المخلوع محمد مرسي، والمؤيدون للجيش احتشدوا بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية في مليونية جمعة النصر والعبور. ولم تخلو الأجواء من المناوشات التي تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين بمحيط مسجد الأزهر في منطقة الجمالية، ما استدعى تدخل القوى الأمنية لفضها وإخراج مناصري مرسي من الأبواب الخلفية للمسجد بعد محاصرتهم واحتجازهم من قبل معارضي مرسي. وأدت الاشتباكات إلى توقف حركة المرور بمنطقة الأزهر في الاتجاهين وشيوع حال من الفوضى بين الناس. وقد عمد الجيش إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع بعد عزم أنصار مرسي التوجه إلى مقر الوزارة. وذكر التلفزيون المصري أن مسيرة لجماعة الإخوان توجهت من ميدان رابع العدوية إلى دار الحرس الجمهوري للمطالبة بعودة مرسي والإفراج عنه، فضلا عن مسيرات أخرى توجهت إلى دار الحرس الجمهوري. وعلى خلفية الاضطرابات التي تشهدها مصر، أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة رسالة أمنية جديدة لرعاياها اقترحت عليهم فيها الحد من تحركاتهم. إخوان بلا عنف وتسميات أخرى انبثقت من جماعة الإخوان في مصر رفضا لسياستها إبان حكم مرسي ولما تقوم به منذ ثورة 30 من يونيو. تقرير للزميلة منى عشماوي. إنني أؤكد لكم جميعا التزامي والتزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا. لن يأخذنا الخوف ولا الفزع، ولن تأخذنا بالذين يقتلون الأبرياء هوادة أو تهاون. سنخوض معركة الأمن حتى نعتذر عن هذا الخطأ التقني. قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء بتأييد حكم سابق قضى بسجن المغردة سارة الدريس مدة 20 شهرا مع الشغل والنفاذ على خلفية إدانتها في قضية العيب بالذات الأميرية عبر تغريدات منسوبة إليها عبر حسابها على تويتر. وقد مثلت سارة الدريس أمام المحكمة الابتدائية في 29 من أيار الماضي بسبب تغريدات على تويتر عدت مسيئة إلى الأمير، لكن الحكم بقي معلقا في مقابل دفع كفالة قيمتها 700 دولار. ومن المرجح أن يؤدي تأييد العقوبة إلى سجنها، لكن من الممكن الاعتراض على الحكم أمام محكمة التمييز. والدريس هي ثاني كويتية تخضع للمحاكمة بسبب تعليقات تمس بالأمير، وكانت المحكمة قد دانت هدى العجمي الشهر الماضي بالسجن 11 عاما بسبب تغريدات على تويتر تهاجم الشيخ صباح وتتضمن الدعوة إلى قلب نظام الحكم.
تابعتم في النشرة. زوجة محمد درار ترد على اتهامها بالقتل. ملامح صفقة تبادل مخطوفي أعزاز. لنشوف إذا الجانب التركي والجهة الخاطفة بتبدي حسن نية مقابلة. أحمد ومنى ومسلسل وفاة الأطفال احتراقا. ركضت الناس لما شمت الريحة البيت والع، فتحوا البيت وشلوهن. وفي الخاص تبعتم يا حلو شو بخاف إني نفسك. لجتنا دعاية ببلاش. ومن مصر بعد الإخوان شباب الإخوان. أريد عمل إصلاح داخل جماعة الإخوان المسلمين. وفي النشرة تحية إسكندرانية للجيش. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فدمتم بأمان الله.